مستجدنا كذلك والحصري في برنامج ملعب أعزائي المشاهدين في حلقة هذا المساء أنه أقيم هذا اليوم إذن ملتقى المدربين الأول، المدربين السعوديين المحليين الأول، قد حضر هذا المناسبة المدرب الوطني السابق الكابتن ناصر الجوهر. نطرح له وياكم أعزائي المشاهدين مشاهدة التقرير أعد مع المدرب ناصر الجوهر، تحدث فيه عن شغلتين، الشغلة الأولى عن الملتقى هذه اللي حضره، الشغلة الثانية عن تجربتها الشخصية وقت ما قابلنا ألمانيا ولقمنا منهم 8، بس هونها أن البرازيل أخذوا بعدنا 7 من ألمانيا نفسهم. أبو سلطان يقول تجربتهم فاشلة. الملتقى الأول هذا أعتقد أنه خطوة كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، خطوة كبيرة جدا للمدربين الوطنيين. نتمنى بإذن الله إن شاء الله أن يكون هذه الخطوة تتبعها خطوات أخرى. نتمنى أن هذا الملتقى دائما يكون بهذا المستوى الجيد. نتمنى دائما أنه المحاضرين الذين يأتون إلينا من الخارج يكون لديهم إلمام كبير جدا بما يقدمونه للمدرب السعودي. يجب أن نهتم بالمدربين المتواجدين في أنديتنا السعودية لكي يكون عندنا خطوة إن شاء الله كل سنة، يعني كل آخر سنة، يعني قبل ما ينتهي الدوري بشهرين، قبل ما ينتهي الدوري بشهر يكون في ملتقى للمدربين السعوديين مع المدربين المتواجدين في المملكة العربية السعودية. ليش ما شفنا هذا الأمر على الأقل من الاتحاد السعودي كدعم مادي معنوي، جعل الأندية يعني يكون شيء خطي أنه لابد من وجود مدرب وطني كان على الأقل في الدوري الدرجة الأولى؟ أي نعم، كان في استجابة الحقيقة من الاتحاد، كان في اجتماع من الاجتماعات في السابق، يعني كان فيه اجتماعات، والآن يعني فيه اجتماعات مع الأندية السعودية، مع رؤساء الأندية السعودية بالاستعانة بالمدرب الوطني حتى نصل، لأنه احنا نكابر في أشياء كثيرة جدا. يعني المدربين اللي يأتون المملكة العربية السعودية منهم الجيد ومنهم اللي غير جيد، ومنهم اللي منتخب المدرب السعودي ممكن يفوق، فلذلك يعني اعطاء الفرصه للمدرب الوطني حتى يعمل، اذا اخفق شيء لو حط واحد غير، جيب واحد اجنبي، لكن اعطه الفرصه يعمل. الان متى تستعين به؟ تستعين به اذا جاء في نص الدوري او شيء من هذا النوع والنادي انخفض مستواه، جيت تطلب المدرب الوطني. لا، ويسمونك مدرب الطوارئ. يعني مدرب الطوارئ مع الاسف الشديد، يعني بس المدرب السعودي هو اللي مدرب الطوارئ، بس يقولون عليه مدرب الطوارئ. لكن احنا الدوري اللي قبل هذا او قبل الدوري الفايت عندنا 14، كم عندنا من نادي؟ 14 نادي. لما انتهى الدوري 31 مدرب متغير، هذول اللي جو كلهم بعد المدربين ذولي كلهم مدربين طوارئ. طيب سموهم مدربين طوارئ بدل ما تقولون علينا مدربين طوارئ احنا السعوديين. في الفترة السابقة عند تدريبك المنتخب السعودي بصراحة كانت تحز في نفسك كابتن ناصر الجوهر مدرب طوارئ؟ لا، بالعكس، ما دامني انا في عمل وانجز واعمل اشياء كثيره جدا، بس اعتبرني مدرب طوارئ. لكن اللي حققته، الانجازات اللي تحققت معي تعطيني الفرصه بان الحمد لله الان يعني كل الشعب السعودي الان الى جانب ناصر الجوهر في لما استلم المنتخبات السعوديه، يعني من هو اللي حقق سبع انجازات للمنتخب العربي السعودي؟ كل ثلاثه من كاس العالم اللي شاركنا فيه انا كنت مشارك فيه. يعني شيء مو هو بسيط، اي كاس الخليج، كاس الاولمبيه الاولى، الاسلاميه، يعني فلذلك غيري من المدربين السعوديين حقق قبلي وبعدي حققوا انجازات المملكه العربيه السعوديه.